إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين، تحليل يومي كما تعودنا. لكن قبل البدء دعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، مقلدين، هناك نصاب كثر يريدون النصب عليكم، انتبهوا من هذا الأمر. في هذه القناة المجانية نشارك معكم أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، وهناك إخوة هذه أرباح اليوم، الأخ يحقق 93%، 42%، 283%، 400%، 25%، ناس تحقق أرباح 1000 دولار، يعني أرباح يعني قوية، مثل هذا الأخ كرم يحقق تقريبا 1000 دولار في صفقة واحدة أقفلها، يعني ناس تحقق أرباح انطلاقا مما نوفره من دورات تدريبية. كما تلاحظون يوميا الأرباح، يوميا الأرباح انطلاقا من دورة تدريبية وكذلك من الحصص اليومية التي نقوم بها في تحليلاتنا في قناة التحليلات اليومية، التي نحلل فيها كل الأسواق، فوركس، أسهم، عملات، مواد أولية، وهذا يساعد على معرفة اتجاه السوق وكذلك يساعد على تحقيق الأرباح إذا أتيحت الفرصة. وفي هذه القناة كذلك أشارك معكم آخر العروض، وقد أتيتكم بعرض جديد إخوتي الكرام، ولا بأس أن أخذ بعض الوقت لكي نفهمه. هذا العرض تحصل فيه على الدورتين، تحليل الموجه والبريس اكشن، 34 فيديو، ولكن الاهم والجديد هو انك راح تحصل على 3 اشهر اشتراك في قناه التحليلات اليوميه ومجموعه النقاشات. سعر كل شهر 59 دولار، في المجموع سعر هذه القناه التحليلات اليوميه 177 دولار، يعني كما لو انك اشتريت الدوره مجانا. اذا تحصل على 3 اشهر مجانيه اشتراك في قناة التحليلات اليومية إذا أخذت هذا العرض. هذا العرض فقط ب197 دولار. وفي قناة التحليلات اليومية هاته هناك حصص مباشرة على الزوم صباحا ومساء من الاثنين إلى الجمعة، نحلل فيها كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مع تسجيل لمن لم يستطع الحضور لهذه الحصص. نبحث، نحلل ونبحث فيها عن أهم الفرص وأهم المناطق الممكن يعني تداولها باستعمال استراتيجياتنا الموجودة في دوراتنا التدريبية. إذا تتعلم، تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم. إذا هذا العرض ساري من اليوم، يعني لا يشمل الناس القدامى، هذا ساري من اليوم فقط. هذا العرض يبدأ يوم 7 فبراير 2023. أكرر، تحليل موجي زائد برايس أكشن زائد الأهم أنك راح تحصل على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية، بطلع فيها مباشرة على الزوم يوميا مرتين في اليوم صباحا ومساء، هناك حصة صباحية وحصة مسائية نحلل فيها كل الأسواق من الاثنين إلى الجمعة، ونحاول أن يعني نضبط التحليل الموجي وبرايس أكشن ونبحث عن أهم الفرص. إذا أردت الاشتراك في هذا العرض واستغلاله، الرابط مثبت في التعليقات، أول رابط وفي صندوق الوصف، أول رابط تضغط عليه وتتحدث معي مباشرة على الخاص أنا الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الناجحين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العلم العرفي الكديب مباشر، وصلنا إلى 5260 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط مثبت، تالي تعليق مثبت على ثالث تعليق. تحذير، التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغط على زر الشراء أو البيع أنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العلم العرفي الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك أن تنضم لدورتنا وإلى عروض البيتكوين. أكرر، بيتكوين، المنطقة التي ستأكد فيها أن البيتكوين صاعد هي هذه المنطقة، مستوى 25290، أريد صعودا قويا ثم تصحيح كبير، أكبر تصحيح من هذا ومن هذا ومن هذا، هكذا سأتأكد أن البيتكوين صاعد إلى مستوى 50,000 دولار على الأقل. هذه الموجة هنا، صرنا نعرف هذا الأمر. طيب الآن، هل الآن كيف سنتصرف مع البيتكوين؟ إذا لاحظتم معي نحن في منطقة بها نقص في الزخم، بها قناة، إذا قمنا بوضع تريند لاينات هكذا، هذه قناة كما تلاحظون نحن على تريند لاين الآن. طيب لا أعرف هل هذا رانين فلات وسيطير من هنا، لأن الرانين فلات اسمه رانين يعني الجري بالإنجليزي، يعني يطير السعر إذا كسر القمة، بوم يطير. إذا كان قناة فحتى إذا عاد وكسر القمة قد يعود، كسر القمة قد يعود، لأنه هناك نقص في الزخم، بعد ذلك ترى نزولا مثل هنا، لاحظوا أليست هذه قناة؟ ما الذي وقع؟
نزول ثم صعود ثم نزول ثم التلاعب ثم هل هناك تلاعب الآن في هذه المنطقة؟ لا، ليس هناك تلاعب. لاحظوا، أنا سأعطيكم بعض الأسرار. لاحظوا هذا الصعود كيف كان، لاحظوا قوة هذا الصعود الأخير اللي فيه تلاعب. لا يوجد ذلك الصعود، فهل ممكن يأتينا الآن ذلك الصعود؟ يعني ممكن يكسر لك حلقة وبعد ذلك يطلع ذلك الصعود القوي اللي فيه تلاعب وبعد ذلك ينزلون السعر؟ ممكن، وممكن كذلك يعملون تلاعب في هذه المنطقة ويصعدون السعر، فيجب أن ننتظر ذلك التلاعب. أين هو؟ طيب إذا تذكرتم، معلش أنا مريض شوي أخوتي الكرام، إذا تذكرتم في تحليل أمس قلت أريد أن أرى كسرا، إذا أردت البحث عن النزول أحتاج إلى كسر هذه المنطقة أولا، كسر هذه المنطقة أولا ثم تصحيح إذا أردت البحث عن النزول. إذا أحتاج إلى تصحيح هنا، لماذا؟ لأني أريد أن أتجنب التلاعب إذا كان، يعني إذا نزل بقوة ورجع أريد أن أتجنب هذا النزول والرجوع بقوة زائد تصحيح. إذا حصلت على هذا التلاعب سأبحث على الصعود، كسر القمة وحول خسارتي إلى بريك إيفن، وقد يكون هذا هو صعودي إلى 50,000. فقط أحتاج أن أصبر لأرى ما الذي سيحدث. طيب نفترض أنهم لا يريدون أن يعطينا ذلك التلاعب هنا، ويريدون أن يعطونا هذا التلاعب للقمة مثل هذا. طيب كيف سأتصرف؟ متى أبحث عن الصعود؟ لاحظوا معي، هذا آخر جدار للمستوى. إذا كل ما أريد أن أراه هو صعود، تصحيح، وأبحث عن الصعود، كسر القمة وحول وقف خسارتي إلى بريك إيفن أو آخذ أرباحي، لأنه قد يكون هذا تلاعب للنزول. لنرى هذه المنطقة كذلك، ما الذي وقع؟ لاحظوا معي. كان هذا آخر جدار، هذا آخر جدار، بدأ يصحح هنا ثم صعد بقوة، صحح، هذه منطقة دخولي، كسر القمة، أخذ أرباحي أو أحول خسارتي إلى بريك إيفن، وبعد ذلك بوم. تلاحظون نفس الشيء، هذه الأمور تعيد نفسها. إما أن يعطي، إذا لاحظوا هنا، لاحظوا بدأ هذه المنطقة، إذا كسر هذه المنطقة وصحح هذا للصعود لكسر القمة وحول خسارتي أو أخذ أرباحي. إذا كسر هذه المنطقة أحتاج إلى تصحيح لأبحث عن النزول، إذا لم يكن هناك تصحيح لن أبحث عن النزول. لماذا؟ لأن هذا التصحيح سيحميني من التلاعبات. لماذا؟ لأنه ممكن يكسر لك هذه المنطقة، لأنه هذه هي منطقة وضع ستوبات، يمكن أن يكسر لك هذه المنطقة يضرب ستوبات ويرجع يصحح، ونفس الشيء نبحث عن الصعود لكسر القمة. تلاحظون لهذا البرايس اكشن والتحليل الموجي مهم جدا، تفهم قصة الشارت، تفهم ما يقول لك الشارت بطريقة فنية رائعة. اوكي، اذا الان مناطق المهمة للتركيز، في التركيز عليها احتاج الى مناطق هذه المنطقة مستوى 23434، 23434 هذا هو المستوى، وللنزول أحتاج أن أراقب هذا المستوى 22,291. إذا كل ما علينا أن نفعله هو أن ننتظر. أعرف أن الناس لا تحب أن تنتظر، لكن مع الأسف ما عليك إلا هذا الأمر. إذا أردت ألا تخسر أموالك، وهدفنا هو أن نحميك حتى لا تخسر أموالك. إذا هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، أتمنى أني فتحت أعينكم على بعض الأمور. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، لا تنسوا أن تستغلوا هذا العرض الحصري الجديد الذي تحصل فيه على الدورتين، لكن الأهم أنك تحصل على 3 أشهر اشتراك، وسعر ال3 أشهر $177، يعني كما لو اشتريت الدورة مجانا 3 أشهر تحصل عليها في اشتراك في قناة التحليلات اليومية ومجموعة النقاشات. كما قلت في هذه القناة هناك حصص مسائية وحصص صباحيا نحلل فيها كل الأسواق ونبحث عن أهم الفرص، ويمكنك طرح الأسئلة، نتابع معك، نساعدك إذا كنت في صفقة سيئة، نحاول أن نجد لك الحلول. السعر دائما يبقى $197. إذا أنت تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن شاء الله. الرابط مثبت في التعليقات أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه وتتحدث معي مباشرة على الخاص. هذا العرض يبدأ من اليوم، الناس الذين شاركوا قبل اليوم لا يشملهم هذا العرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.